هل خروجي إلى التنعيم من أجل إرشاد أشخاص يوجب علي شيء؟ إرشادهم إيش يعني؟ تعليمهم إنه لا يشرع الذهاب للتنعيم، وتقول لهم الاعتقاد بالتنعيم والتبرك به لا يجوز، هذا طيب، هذا من الدعوة إلى الله، تخرج وتبين لهم، لأن بعض الناس يعتقد إن التنعيم له مزية على غيره، وأن المسجد اللي فيه صلى فيه ويتبرك به وما أشبه ذلك. فمن عنده علم فإنه يحتسب الأجر ويخرج ويبين للناس ذلك. نعم.